اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده زي كل ثلاث من كل اسبوع بنبحث عن الاكلات العالميه من المطابخ العالميه ونشوف تفاصيلها ونحط ايدينا على عنوان الاكله اللي تخلينا نقول ان هي من المطبخ الصيني، المطبخ الياباني وهكذا. النهارده معانا برضو حاجات هنعملها بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا تليفونيا على شاشه القناه الاولى او من خلال السوشيال ميديا، عايزين يعرفوا ايه قصه الحمام الكذاب وليه سموه حمام كذاب. هو الحمام بيكذب؟ ده بالعكس، الحمام ده مراسيل بيبعت الحاجات الحلوه للحبايب. خلونا نعمل النهارده الفراخ على شكل الحمام الكذاب. هي في الشكل بعد ما بيستوي شكل الحمامه، لانها بتبقى ملفوفه كده ومحشيه رز او فريك، ولكن هي في الاصل طبعا الصدور بتاع سوري الوراك بتاعه الفراخ مع الدبوس بيتخلي من العظم ويتحشي الحشوه اللي احنا حابينها. معانا كمان النهارده النودلز من المطبخ الصيني للناس اللي حبايبنا مش بياكلوا فراخ ولا لحمه، فيجيتيريان او بيعزين اكل صحي ايا كان، ولكن النودلز اساسها طبعا لازم الصويا صوص مع الجنزبيل الطازه والفريش مع تشكيله من الخضار، وبتاخد مكرونه يا اما نكتتلي اللي هي المكرونه العريضه، يا اما بتتعمل من المكرونه اللي هي من دقيق الرز اللي احنا كلنا عارفينها، مكرونه شكلها ابيض او من دقيق القمح زي ما احنا حابين. التفاصيل كتيره قوي في النودلز يعني عشان نبقوا عارفين. الحلو بتاعنا النهارده له تفاصيل كتيره قوي. الخوخ بتاع خير ارضنا اللطيف الحلو ده اللي بتصدره الدنيا كلها، انا شايفه في السوق دلوقتي طعمه عسلي، يعني طعمه مسكر ولطيف، وخاصه بتاع سينا اللطيف الحلو. تعالوا نعمله مع بعض النهارده فطيره، هنشوف نعمل ازاي فطيره الخوخ بطريقه سهله وبسيطه وسهل عليك المقادير والشكل وكل حاجه. الفطيره دي بتتميز بايه؟ ان هي في مداخلها كلها هرم غذائي، سواء في المكونات سواء في شكل الخوخ بعد ما يستوي بالكراميل، شكلها لطيف والصغير والكبير هيحبها. مش عايز اخش في تفاصيل كتيره لان حلقتي فيها شغل كتير النهارده ومعلومه غير معلومه. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع النهارده للمطبخ العالمي بتاعنا، او هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. كل اللي انا بعمل عمليه هندبه وتنظيم، تنظيم للكاونتر للمطبخ، وده الطبيعي في مطبخك. حطيت حاجه على النار، دخلت حله محشي في الفرن، دخلت ديك رومو في الفرن، بتروق المطبخ عشان الدنيا ما تسحش، ما تبقاش زحمه وتقف في المطبخ يعني نفسك مقفوله منه، وده اللي بيحصل معايا في الاستوديو. خلي بالكم زيكم. مقادير النودلز على الشاشه، تشكيله من الخضار عند اي فكهاني، عند اي بتاع خضار، منها الجزر والكوسه والفلفل الالوان والبروكلي والجنزبيل الطازه سيد الموقف والثوم، دول موجودين معانا، والبصل والمكرونه النجدتيل بتاعتنا والمكرونه العريضه مش موجوده، هاتي الاسباجيتي، مش موجوده هاتي المكرونه الاسباجيتي العريضه حسب الرغبه. عايزه تجودي في الموضوع، في المكرونه اللي هي من دي الرز اللي هي النودلز الصيني كلنا عارفينها، بتتباع في المحلات، بتيجي مستورده، موجوده في المحلات الكبيره او السوبر ماركات الكبيره. ومعانا من النشا شويه والصويا صوص. حلو الكلام، تعالوا نشتغل فيها مع بعض سريعا كده. طاسه شديده الحراره على النار. حلو الكلام. لا كل حاجه في الفرن. الحمام تبص عليه. حاضر حاضر يا غالي. اهو اهو، حتى انا مغطيه بغطاء ازاز عشان تجيبه من جوه الحله. انا عارف انك ايه مبدع. وعندنا الحلو بتاعنا في الفرن، اللهم صل على النبي. اه بيستوي حلو قوي. ناخد البصل ده الاول كده، التقطيع دي مهمه. كفايه دي كده قوي. الكرفس البلدي، كرفس الافرندي اهو. الكرفس ده انا بعشقه، ريحته حلو قوي وخاصه مع السي فود. اه تقطع بالشكل ده كده، حلو قوي. هناخد دول مع بعض كده يا عم الشيف في طاسه شديده الحراره. ركزي، ايه الماده الدهنيه اللي تستخدمها هنا؟ زيت عادي وزيت السمسم. حلو الكلام. اه يلا كمان شويه. حلو قوي، تمام زي الفل. معانا جنزبيل طازه وتوم طازه. ادي الجنزبيل الطازه وادي التوم الطازه. يسبقنا كده ننزل عليه بالبصلايه الناعمه. انا بحب المطبخ الصيني ده والمطبخ الياباني، تحس ان هو كده كده يعني نضيف في شغله، التفاصيل بتاعته، تقطيعه الخضار. مفيش بقى المحمر والمشمر والتسبيك اللي احنا عارفينه. نقلب دول كده مع بعض. نار شديده
مش مطلوب منا الخضار ده يستوي ياخد لون بس كده. الحمام الكذاب ده عايز اشيله من النار وافتح ورقه الفويل ورقه الزبده واحط عليه زبده وسمنه بلدي مع شويه بهارات من الملح والفلفل وادخله الفرن. حلو قوي. هنبدا ننزل بالكوسه، ننزل بالجزر، ننزل بالفلفل الالوان، ونشيل دي كده عشان الصوره الحلوه. ومعانا كمان كوسه، ومعانا كمان جزر، ومعانا بروكلي. شفت الشكل؟ لوحه فنيه، لوحه فنيه في قلب النار اهو من الخضار. لا جبنا بقى حاجات نرسم ولا حاجه، في ايدك تعمليها يعني بسهوله خالص. حلو الكلام. ونشيل ده على جنب كده، نخليه هنا مش عايزه خلاص. معانا بصل اخضر في المقادير. البصل الاخضر بتاعنا بالذات دعم فني وقوي جدا للاكل الصيني والياباني، عشان كده اليابانيين والصينيين بيحترمونا. البصل الاخضر بتاعنا منتجاتنا اهو اهو. البصل الاخضر ده بيجوا هنا يقول لك انا اعشق البصل الاخضر. انا اعرف اصدقائي ليا من اليابان والصين يعشقون البصل الاخضر بتاع مصر. بالشكل ده كده، التقطيعه دي كده اهو. والله بيفطروا بصل اخضر زي ما بيقول لك يعني فرصه تواجده في مصر، ما هو بياكل الحاجات اللي هو محروم منها مش شايفها. يعشق البصل الاخضر، فطار غدا عشاء. تقطع بالشكل ده كده. عندهم تلاقوا براعم البصل دي كده ملهاش اي ريحه خالص، الواحد لو كل قد كده ولا يحس ان هو اكل نوع من انواع البصل. نقلبهم مع بعض. ده انا هعمل حاجه دلوقتي ما تخطرش على بالي خالص، لا ياباني يعرف يعملها ولا صيني يعرف يعملها، والله العظيم. تقدر تقول لي ايه يا شفيق؟ اللي يقول لي ايه هي بجد والله العظيم ههديله الحمام الكذاب، ولو مش عاجبه الكذاب نعمله الحمام الحقيقي اللي انا هعمله دلوقتي. للامانه حد يقول لي ايه هي؟ ولا حد هتيجي على بال حد من اللي بيشوفنا حد دلوقتي، والله حتى من الساده المشاهدين. قول لي ايه يا شفيق؟ والله لسه كنت فين طيب؟ اكيد بتتكلم في التليفون مع كريم. طيب ماشي، حد يقول لي انا هعمل ايه دلوقتي؟ للامانه والله. حد يقول لنا؟ محدش؟ لا مستحيل. لا برضو لا، ده مش جديد الموضوع ده. ده مش جديد. اللي انا هعمله دلوقتي لا يخطر على مشاهد. وايه اللي جاب لجاب؟ هو الشيف الموازي. ولا يخطر على مشاهد. الواحد لما بيكون بيبدع في شغله وبيتقن شغله ويخلص لعمله ربنا بيوفقه يقدر ان هو يعمل حاجه حلوه، لطالما في نواياه يعمل حاجه حلوه. برضه مش ده. هتقول لي النشا اللي بتحطه ده خالص ملوش علاقه برضه. مش هقول دلوقتي خالص غير لما اجي اعمل الحركه دي عشان تتابعوا معايا. خلي بالك. امال فين بقى؟ ما انا لما اعمل اي حاجه مش هبقى طبيعي يعني. دي صويا صوص. حلو. ده بقدونس. لسه ما خلصتش انا. اللهم صل على النبي. لا يخطر على مشاهد. الحمام الكذاب فاكرينه؟ انا عايز سائل هنا. مش هحط ميه بقى. بس طبعا الصينيين واليابانيين ما عندهمش حمام كذاب ولا حمام زي بتاعنا. فناخد الشوربه الحلوه دي كده. ده المطبخ. ده المطبخ. شويه شوربه بيتكلموا مصري. اصبحت الاكله ديت لا يابانيه ولا صينيه، مصريه. بيه يا شيف التتويجه اللي انا توجتها دلوقتي. في قلبها المكرونه اهو، شويه النشا دول هيدوني غلاظه للقوام. الخضار بتاعي هشوحته مع جنزبيل وتوم. النودلز بتاعتي في قلبيها هغطيها. اللي انا عملته ده يخطر على حد؟ بالامانه خالص. كله كان متوقع ان احنا نعمل حاجه تانية. الشوربه بتاعت الحمام الكذاب استخدمتها فين؟ في المطبخ الياباني بتاعنا والمطبخ الصيني. نروق الدنيا دي كده يا عم الشيف. مكرونه خلاص اهي، ادي النودلز خلصت. عرفت ازاي خلصت؟ اهي اغرفها دلوقتي. ريحه الصويا صوص، قوام النشا مع الصويا صوص، البهريز اللي نزل من الحمام. شايفين الطبق ده كده؟ دلعها بقى. وادي الحمام. والنودلز بتاعنا جاهز. اللهم صل على النبي. نخلي الطبق ده هنا.
حبه هنا عينيا. اخبار النودلز دي مش محتاجه اي حاجه. خلي بالك لما تحط الصويا صوص ما تحطيش ملح، ده مهم جدا. شايفه الخضار بتاعنا والتفاصيل بتاعته؟ اه، ما يقعدش في النار اكتر من كده. ناخد الطبق ده كده، الف هنا وشفا. تمام. النودلز ما خدتش منك وقت قد ما بتعملي كوبايه الشاي في المطبخ. قولي لي كده خدت وقت؟ اه، بس التركايه اللي انا عملتها دي لا يعملها صيني ولا ياباني، لان ما عندهمش حمام كذاب. حلو، اللي هي الشوربه بتاعت الحمام الكذاب او البوكي جارنيه اللي انا سلقت فيه الفراخ في الحله. خدتها وحطيتها على النودلز بتاعتي الجميله الحلوه، اللهم صل على النبي. واخبار الحلو ايه؟ جاهز؟ شيل ده كده. تبرد شويه. فراخ حشناها لحمه مفرومه مع رز. عملنا فطيره من الخوخ الجميله الحلوه بفكر مصري بسيط وسهل. عملنا اكله من المطبخ الياباني او الصيني، نودلز بالخضار لطيفه وجميله. شفت حضراتكم تفاصيلها ازاي، والتركايه اللي هي عملناها دي طبعا حصريا موجوده معانا على شاشه القناه الاولى، اللي هي عباره عن البوكي جارنيه بتاعنا الحلو اللي خدناه حطيناه مع النودلز بتاعتنا مع الجنزبيل والخضار ونوع من انواع المكرونه اللي انتم حابينها. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا ابو غازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.